مشاهدي الوطنية الأولى، أسعد الله أوقاتكم بكل خير، مرحبا بكم. هذا هو ملعب 5 جويلية بالعاصمة الجزائرية، وين باش تدور بعد لحظات بعد قليل القمة التونسية الجزائرية ضمن ذهاب الدورة 16 كأس ربيع الأبطال الإفريقية بين مولودية العاصمة الجزائري والنادي الرياضي سفيكس. إن شاء الله نتيجة إيجابية لممثل كرة القدم التونسية قبل لقاء العودة، قبل لقاء الإياب سامي في ملعب الطيب النيل. مرحبا بك رفقي، مرحبا بكل السادة المشاهدين على القناة الوطنية الأولى في هذا النقل المباشر من ملعب 5 جويلية بالعاصمة الجزائرية الجزائر، مباراة مولودية العاصمة الجزائري وكذلك النادي الرياضي الصفاقسي لإطار الدور التمهيدي الثاني لمسابقة كأس ربيطة الأبطال الإفريقية. إلى أسماء المدرب أنيس بوجلبان، أيضا عماد بن يونس، إلى الأسماء الأساسية اليوم الإطار الفني للسي اس اس ينزل بالأسماء التالية في المرمى: أيمن دحمان، على اليمين محمد بن علي، على اليسار الجزائري صبري شرايطية، في محور الدفاع محمد علي جويني معه نور الزمان الزموري، قدامهم نبي كامارا، كينغسلي سوكاري، وليد القروي، محمد سولا، حسام بن علي، وفراش شوات على بنك البدلاء. بالنسبة للنادي الرياضي الصفاقسي صبري بن حسن مع عزمي غومة، أحمد عمار، محمد علي منصر، أيمن الحرزي، كينغسلي إيدو، والجزائري الآخر زكريا المنصوري.